قصتنا اليوم قصة غريبة عن عاداتنا، عن تقاليدنا، عن مجتمعنا الشرقي، ويا رب تضلها غريبة عنا وما توصلنا أبدا أشياء زي اللي رح نحكي فيها اليوم. القصة بدت في صباح باكر من عام 1992 لما وصل فريق إسعاف لشقة في نورث كارولينا بناء على مكالمة هاتفية. لما وصلوا شافوا أو حصلوا شخص متوفي في فراشه، ولما فحصوه ما عرفوا شو سبب وفاته، ما في يعني سبب طبي يدل على الوفاة، ما في إصابة، ما في جرح، لكن الشخص متوفي. قبل ما نخوض في تفاصيل هالقصة الغريبة، خلينا أول نشوف مجموعة من الصور للأشخاص اللي داخل هالقصة ولبعض الأدلة الجنائية اللي تتعلق في القصة، لأنه مسرح جريمة أصلا ما في. نشوف. الشاب اللي كان متوفي اسمه مايكل هانتر، عمره 23 عام، كان خريج جديد من الجامعة، وكمان كان أصلا عنده مهنة أوريدي، مبرمج كمبيوتر. صديقه في الغرفة بيحكي إنه وجده فاقد للوعي لما إجي صحي عشان يروح على شغله، وجده فاقد للوعي، وهون على طول اتصل على 911. فريق الإسعاف اللي وصل لمكان الحادث كتب في تقريره إنه هالشخص يبدو أنه نام وما صحي، لكن ما عرفوا يحددوا شو سبب الوفاة، ما في عندهم سبب طبي أو إصابة أو جروح يدل على ليش هالشاب ما صحي. هون على طول حولوا لمين؟ للطب الشرعي كالعادة يعني، والطب الشرعي عمل تشريح للجثة، وحتى الطب الشرعي ما كان عنده تفسير لسبب الوفاة. واجتمع المحققين في نورث كارولينا المسؤولين عن هذه القضية، وقرروا أنهم يعملوا فحص سموم يمكن يكون نوع من الأدوية للدراجز هو سبب الوفاة. وفعلا هالفحص بيّن لنا السبب الغامض للوفاة. في جسم صديقنا مايكل حصلوا نوعين من الأدوية العادية اللي هي دايفنهايدرومين وهيدروكسيزين. هذول أدوية بنأخذهم بالعادة لما يكون عنا كولد أو بقى فلو أو إلى آخره، لكن في دواء ثالث اللي كان جدا مخيف اللي هو لايدوكين. اللايدوكين نوع من الأدوية بيأخذوه أو بيعطوه من خلال حقنة إبرة يعني، وبالعادة بيعطوه في حالات التخدير، في غرف التخدير بيعطوا هالدواء عشان يخدروا الشخص اللي عنده عملية أو في بروسيجر في ألم يعني. اللايدوكين كمان مرات يمكن يستخدموه في غرف الطوارئ حتى يضبطوا ضربات القلب. فهون خطر على بالهم أنه ممكن يكون المسعفين هم اللي استخدموا اللايدوكين، لكن لما سألوهم أكد المسعفين هم أنهم نهائيا ما استخدموا اللايدوكين، لأنهم أصلا لما وصلوا لعند مايكل كان متوفي، وبالتالي ما احتاجوا أصلا أنهم يستخدموا أي نوع من الأدوية أو الدراجز. بعد تقرير السموم بدأ التحقيق في وفاة مايكل على أنها جريمة قتل ومش موتة طبيعية. بالنسبة لأهل مايكل كان الخبر يعني مدمر بالنسبة لوالده ووالدته، خصوصا الوالد اللي ما استوعب فكرة أنه ابنه مات، وعدا عن أنه مات قتل، وعدا عن أنه قتل هو مش عارف مين اللي قتل ابنه ومش عارف يعمل إشي لابنه. فدخل في حالة اكتئاب شديد وفي الأخير انتحر، وما أخذ وقت طويل حتى انتحر، يعني والد مايكل انتحر من شدة اكتئابه. كمان عرفوا سر خطير عن مايكل ما كان حد يعرف فيه، هم كعائلة ما كانوا يعرفوا فيه، اللي هو أنه مايكل جاي، يعني علاقاته الجنسية مع أشخاص من نفس الجنس مش مع النساء. كان كمان هالخبر بالنسبة لهم صادم، خصوصا بالنسبة لأبوه.
بس بدي أحط لكم مقطعين فيديو للأم وتشوفوا كمية الحزن اللي هي بتعيشها. When I found out Michael had died, that was very devastating. He was just my sunshine because we had been through a lot together, Michael and I. And so when I found that out, I didn't know how I could go on. Just devastating. But because of the support, I mean, we just pulled together. And that's the support is what got us through. يعني أكيد حسيتوا بكمية الألم اللي في صوت هالأم لما عرفت عن وفاة ابنها. بتحكي إنه أنا وابني يعني مرت علينا أشياء كثير صعبة، ووفاته كانت بالنسبة إلها جدا صعبة. المصيبة الأكبر إنه كمان زوجها توفى بعد فترة قصيرة بسبب الاكتئاب. فيعني واضح جدا من صوتها ومن طريقة كلامها ومن ملامح وجهها كمية الألم اللي عاشته وبتعيشه خلال هاي الأزمة. وبدأ التحقيق في وفاة مايكل على أنه جريمة قتل ومش وفاة طبيعية. فأول شخصين حققوا معهم الشخصين اللي كانوا موجودين عنده في الغرفة، كان في شخص اسمه جاري واستن وهو مهندس معماري، وكان في شخص ثاني اسمه جوزيف مانينو وكان طالب جوزيف يدرس الطب في جامعة تشابل هيل في نورث كارولينا. كان تقريبا مخلص يعني وسنة رابعة، لكن لسه ما أخذ الرخصة أو مزاولة المهنة حتى يبدأ يمارس الطب بشكل عادي جدا، يعني كان يستنى في مزاولة المهنة. وهون بتبدأ الغرابة في القصة. الثلاث أشخاص اللي هم مايكل، جاري وجوزيف كلهم جيز، يعني كلهم علاقاتهم الجنسية مع ذكور مش مع إناث، وكانوا عايشين مع بعض كأنهم أزواج، يعني كأنه العلاقة بينهم علاقة جنسية مشتركين فيها ثلاث أطراف. هلأ رح نحكي بأمور شوي صعبة، والحمد لله أنها صعبة لأنها غريبة عن عاداتنا وتقاليدنا ومجتمعنا الشرقي تماما. يبدو أنه صار نوع من الغيرة بين مايكل والطبيب جوزيف على جاري، واختلفوا، صار خلافات كبيرة بينهم. وهون اتفق جاري ومايكل اللي هو القتيل انهم يستبعدوا جوزيف الطبيب من علاقة الحب هاي او من مثلث الحب. فطلبوا منه انه يترك الشقة، وطلبوا منه انه ما ينام معهم بنفس الغرفة. وفعلا صار الطبيب اللي هو جوزيف ينام على صوفة في غرفة المعيشة لحد ما يحصل سكن. الاتفاق انه جوزيف يصير برا هاي العلاقة كان قبل مقتل مايكل بأسبوع واحد فقط. وبما انه جاري اللي هو المهندس واللي مايكل وجوزيف بحبوه مع سوا كان خارج البلدة لما صار وفاة مايكل، صار عندنا المشتبه فيه الأول اللي هو جوزيف مانينو طالب الطب. ولأنه طالب يدرس الطب في عنده طرق ليحصل مادة اللايدوكين أو دراج اللايدوكين، هاي أول شيء. ثاني شيء عنده قدرة أنه يعطي حقنة، وهاي أكدت فرضية أنه هو المشتبه فيه في مقتل مايكل. المحققين افترضوا انه انفصال مايكل وجاري عنه كان دافع لانه يقتل مايكل ويخلص منه وتستمر علاقته هو في جاري. ولما بدوا التحقيق مع جوزيف مانينو اعترف بشيء ما كانوا هم متوقعين انه يعترف فيه. حكى انه هو ليلة الحادث اعطى لمايكل حقنة انتي هستامين عشان صداع نصفي. مايكل كان معروف عنه انه عنده صداع نصفي، والأنتي هستامين أحيانا يستخدم في علاج الصداع النصفي، مش كتير لكن يستخدم. وهدول هم الدراجز الأول والثاني اللي وجدوهم في جسم مايكل. لكن لما سألوه المحققين هل أنت أعطيت
مايكل لايدوكين اللي هو القاتل الدرج القاتل أنكر تماما أنه هو أعطى لمايكل لايدوكين. الاعتراف تفاجئوا فيه المحققين لأنه أصلا مجرد أنه يعطي دواء أي نوع من الأدوية لأي شخص بدون ما يكون عنده مزاولة مهنة مخالف لأخلاقيات المهنة أولا ومخالف لقانون الولايات المتحدة الأمريكية اللي ما بتسمح لأي طالب بدرس طب أنه يقدم دواء بدون ما يكون عنده مزاولة أو ترخيص مزاولة مهنة أو ترخيص. وهون صارت مهنته كطبيب لجوزيف معرضة للخطر، يمكن ما يأخذ مزاولة بسبب هاي الغلطة اللي هي أنه يوصف لشخص دواء معين. استمر التحقيق وتفتيش الشقة اللي كانوا عايشين فيها ثلاث أشخاص، وبتفتيشها حصلوا فلوبي ديسك. اللي فلوبي ديسك هو نوع من أنواع الأقراص المرنة كانوا يستخدموه زمان قبل السي دي، وعلى هالفلوبي ديسك حصلوا رسالة مطبوعة كأنها رسالة انتحار. الرسالة كتبها مايكل بيحكي فيها أنه هو فحص وعرف أنه حامل مرض الإيدز وعشان هي قرر أنه يقتل نفسه، وبيحكي كمان أنه أنا استعملت أدوية لحالي، طلت أدوية من حقيبة جوزيف منينو واستعملتها عشان أقتل نفسي، وأرجوكم أنه لا توجهوا اتهام لجوزيف منينو وسامحوني. بيختم رسالته بهاي العبارة. دخل المحققين في دوامة هل فعلا مايكل كتب هاي الرسالة أو لا، إذا كان كاتبها معناته هو فعلا انتحر، وإذا ما كان كاتبها معناته الموضوع موضوع قتل. وحتى يجدوا إجابة لهالسؤال استعانوا بخبير لينغويستكس، خبير لغويات، حتى يحللهم لغز هاي الرسالة. استعانوا بخبيرة لغويات اسمها كارول جاسكي. هاي الخبيرة بتحكي انه الرسالة اللي معها هي رسالة إلكترونية فيها لغة فقط، ما فيها خط إيد، يعني لو كان خط إيد ممكن نميز من خلال شكل الحروف إذا هو كاتب هاي الرسالة أو لا. فرسالة زي هيك مطبوعة طباعة، المهم فيها مش اللي مكتوب، المهم فيها كيف اللي انكتب. ليش؟ لأنها بتحكي الخبيرة اللغوية إنه كل إنسان له طريقة في الكتابة وفي صياغة الجمل وفي استخدام بعض الألفاظ. يعني مثلا بجوز لو انتبهتوا علي أنا بكرر كلمة وهون، وبكرر كلمة طبعا، بكرر مجموعة من الكلمات. هاي الكلمات دليل على طريقتي أنا في الكلام أو حتى في الكتابة. فبتحكي من خلال تحليل الرسالة هاي اللي هي مطبوعة طباعة ممكن نعرف إذا هالشخص كاتبها أو مش كاتبها، من خلال استخدامه لألفاظ معينة، من خلال استخدامه لنوعية الجمل، هل بيستخدم جمل قصيرة، جمل طويلة، جمل مركبة إلى آخره. وبناء على هالحكي بدأت تدرس الرسالة اللي هي رسالة الانتحار اللي المفروض إنه كاتبها مايكل حتى تقرر إذا مايكل كاتبها أو شخص آخر. وحتى تعمل هيك بعثوا لها نماذج من كتابات لمايكل بالإضافة للرسالة أو رسالة الانتحار حتى تقارن بينهم وبين رسالة الانتحار. الأسلوب اللي كان يكتب فيه بالأحوال العادية تقارنه بالرسالة اللي وجدت على الكمبيوتر. واستخدمت برنامج معين على الكمبيوتر اسمه Alias Automated Linguistic Identification Authorship System. هالبرنامج قادر انه يحلل الوثائق، كم مرة استخدمنا كل كلمة، كم مرة استخدمنا adverb، كم مرة استخدمنا ادوات ربط الى اخره، ومن خلالها نقرر اذا هالشخص كاتب هاي الرسالة او لا. خبيرة طلعت بملاحظتين جدا مهمات. الملاحظة الاولى انه اللي كتب رسالة الانتحار استخدم ادوات ربط كثيرة زي and و but و or والى اخره، وهاي كان يستخدمها في جمل طويلة مش عشان يربط جمل قصيرة. كمان انتبهت انه الكاتب كاتب رسالة الانتحار استخدم الأدوات الظرفية زي ever و never و also، استخدمها بطريقة كبيرة جدا، وهالنمط نهائيا مش موجود في كتابات مايكل العادية، وبالتالي هي شككت في انه يكون مايكل هو كاتب هاي الرسالة.
حتى يزيدوا من التأكيد أخذوا عينات من كتابة جوزيف منينو وحطوها في الكمبيوتر، وطلعت الخبيرة بنتيجة أنه الشخص اللي بيستخدم adverbs أكثر وأدوات ربط أكثر هو منينو مش مايكل، واحتمال الأكبر اللي يكون كاتب هاي الرسالة هو جوزيف منينو ومش مايكل نهائيا. كمان لما فحصوا مايكل ما حصلوا انه هو مصاب بمرض الإيدز، فمعناته فكرة انه هو انتحر لانه مصاب بمرض الإيدز كانت كمان كذبة ثانية. كمان المحققين حكوا فكرة مهمة جدا انه اللايدوكين بيفقد الإنسان وعيه خلال ثواني إذا انحقن في اللايدوكين، وممكن يموت خلال، مش ممكن، أكيد بيموت خلال دقيقتين. وإذا كان مايكل هو اللي حقن نفسه، أقل ما فيها الإبرة اللي حقن نفسه فيها لازم تكون موجودة على فراشه مثلا أو على الأرض قريبة من المكان اللي هو فيه، لكن هم أبدا ما حصلوا أي إبرة في الشقة كاملة. يعني معناته الشخص اللي حقن مايكل بالإبرة أخفاها في مكان معين. وهون ما ظل أمام المحققين غير أنهم يواجهوا منينو أو جوزيف بالأدلة اللي عندهم. أول شيء حكوا فيه اللي هو الرسالة، واجهوا بالأدلة الجنائية اللغوية، حكوا له عن موضوع الرسالة. على طول اعترف، غير قصته تماما وحكى أنه أنا كتبت رسالة الانتحار، وأنا كمان حقنت صديقي مايكل باللايدوكين. بيحكي انه هو مايكل كان يعاني من صداع، وعشان اخفف عنه الصداع اعطيته اللايدوكين، لكن اعطيته جرعة زيادة عن طريق الخطأ. يبدو انه جوزيف منينو خلاص حس انه الامور بدأت تضيق عليه وكل الادلة ضده، فحاول يعترف بقتل صديقه حتى ياخذ حكم مخفف انه القتل كان بطريق الخطأ وما كان جريمة متعمدة. بالنسبة لجوزيف منينو كان أمامه كل شيء بتمناه أي شخص بالحياة، كان يدرس الطب، كان أمامه مستقبل جميل جدا، أسبوعين وبتخرج وبصير طبيب، بيعيش حياة معروف في الأطباء في أمريكا، بيعيشوا حياة مرفهة جدا، عندهم قدرة إنهم يعملوا فلوس من مهنة الطب، لكن هو ضيع كل شيء مقابل علاقة أصلا هي بالأساس علاقة مش طبيعية وعلاقة خاطئة. المدعي العام يعتقد أنه جوزيف منينو كان متعلق جدا بجاري وبده جاري إله لوحده، عشان هيك قرر يقتل مايكل ويخلص منه وتستمر حياته مع جاري. هلا بالنسبة لجاري أبدا ما اقتنع برواية جوزيف منينو، بيحكي فعلا أنه كان مايكل يعاني من الصداع، وكان صداعه أحيانا مؤلم، وفي كثير من الأحيان كان جوزيف منينو يعرض عليه أنه يعطيه شيء حتى يخفف الصداع، لكن مايكل كان يرفض تماما. وهون هو شاكك في كلام جوزيف منينو. المدعي العام يعتقد أنه جوزيف منينو خطط لقتل صديقه، انتهز فرصة غياب جاري كان في رحلة عمل خارج المدينة، تسلل لغرفة مايكل وهو نايم، واستخدم الإبرة بسرعة في حقن صديقه، لأنه هو شخص مدرب فعلا كان ممكن يعطي شخص حقنة حتى وهو نايم. كمان هو الشخص الوحيد اللي موجود في المنزل، والشخص الوحيد اللي عنده دافع لقتل مايكل. تمت محاكمة جوزيف منينو عام 1993، وللأسف الشديد وجد مذنب بجريمة قتل غير متعمد، وانحكم عليه بسبع سنوات فقط في السجن، لكن خسر شيء كبير هو اللي هو رخصة مزاولة المهنة، يعني مستحيل يكون طبيب أبدا، وراح كل تعبه على الفاضي. هلا ليش وجد مذنب بجريمة قتل غير متعمد؟ لأنه في ناس من هيئة المحلفين حكوا أنه ممكن يكون، يعني كان في شك أنه ممكن يكون مايكل فعلا طلب منه جرعة، وجوزيف منينو أعطاه جرعة من اللايكودين بالخطأ، جرعة زيادة، ما كان قاصد يقتله أبدا. وبالتأكيد هالحكي أو هالحكم ما كان راضي عنه لا أهل مايكل ولا صديقنا جاري. كانت هاي قصتنا لليوم، بتمنى تكون عجبتكم، وياريت لو عجبتكم
تشتركوا معي في القناة وتفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.